أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات. في دروس المقاومة ورموزها يمكن أن نكتشف بعد الدراسة والتحليل نفسية المقاومين المغاربة وأوضاعهم الاجتماعية المزرية والإحساس المفرط بالظلم وبالعنف الاجتماعي وبالفقر وبالقمع، وهو ما حول غير دفع العديد من هؤلاء الرموز في المقاومة المغربية إبان عهد الحماية إلى فاعلين فيها. أبرز هذه الوجوه تعبيرا عن هذا الموقف الشهيد أحمد الحنصالي من راعي غنم بسيط وراعي أبقار وخماس ومياوم إلى رمز كبير في المقاومة المغربية عن عمر لا يتجاوز 33 عاما وهو في ريعان الشباب. كيف ذلك؟ وما هي قصة 60 يوما المثيرة التي حولته وغيرته إلى متمرد وشهيد؟ على المستوى المنهجي يمكن تقسيم سيرة وحياة أحمد الحنصالي الشاب إلى مرحلتين أساسيتين: فترة طويلة وعادية تمتد من سنة 1920 تاريخ الولادة إلى سنة 1951 وتمتد إلى 30 عاما، ثم الفترة الثانية وهي فترة قصيرة تمتد لستون يوما غيرت مجرى أحمد الحنصالي وخلقت منه متمردا ضد الاستعمار. خلال الفترة الأولى والتي تمتد إلى 30 سنة قضاها أحمد الحنصالي بأزلة، فهو ينتسب إلى جده سعيد الحنصالي الذي تقع زاويتهم شرق الزلال، والده يسمى موحى ووالدته تسمى عائشة. نشأ يتيم الأبوين وهذا سبب آخر، وهاجر بسبب الفقر وعدم الرعاية مبكرا إلى دوار أي تحبيبي بقيادة تكزيرت إقليم بني ملال، واشتغل راعيا على ما يقارب 8 سنوات عند عائلة أيت زيد أرحو، ثم خماسا بدوار أيت وودي، ثم راعيا للبقر ببونوال، ثم عاملا مداوما ومياوما مستقرا مع المخزني سعيد أخلة الذي كان مكلفا بحراسة المركز الفرنسي. باختصار قضى هذه الفترة بشكل عادي كأجير متعايش مع يوميات البؤس واليتم والفقر والحرمان والاضطهاد والاستعمار، متسائلا عن حالته الاجتماعية ومآلها التي لم تتغير طيلة 30 سنة، وهو يداوم ويطبع مع الشقاء والبؤس. في المرحلة الثانية سينتقل أحمد الحنصالي بشحنة من الغضب وسرعة قصوى ودون تخطيط مسبق إلى فعل التمرد، متسلحا بمعرفته بجغرافية المنطقة الوعرة والصعبة. هذا الأجير سينطلق في تمرده يوم 13 ماي 1951، وذلك باعتراض 4 مؤامرين، قتل رجلا وامرأته وترك امرأة وزوجها في حالة خطيرة في طريقهما بين سد بالويدان وأفرار بإقليم أزلال، أطلق عليهم الرصاص. من هنا سيبدأ فعل التمرد أو فصل التمرد لأحمد الحنصالي في عدة مناطق وأماكن بالمنطقة، مشكلا حالة من الرعب والخطر في صفوف المعمرين والخونة والمتعاونين مع الاستعمار، وفي مواقع مختلفة بين 10 إلى 150 كيلومتر. قتل العديد من الحراس والمتعاونين
مع الاستعمار، وكرد فعل فوري من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية قامت بالبحث عن أحمد الحنصالي الشاب، وتتبعت خطواته على مدار 60 يوما بين شعاب وغابات القصيبة، وتمكنت بفضل مخبريها من اكتشاف مخبئه السري في 23 يوليوز 1951، وتم إلقاء القبض عليه حيا ودون مقاومة بعد شهرين من انطلاق تمرده العفوي. كفعل انتقامي قامت سلطات الحماية باعتقال العديد من سكان المنطقة التي تنقل أحمد الحنصالي بين أرجائها، واعتقلت سيدي محمد سيدي موحى حسين المعروف بولد سميحة، والذي كان يناهز أكثر من 60 عاما. بعد سنتين من السجن أصدرت المحكمة العسكرية في حق أحمد الحنصالي ورفيقه ولد سميحة الحكم بالإعدام، وفي 26 نوفمبر 1953 تم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص. كان هذا أول حكم إعدام ينفذ في حق مقاوم مغربي ينتمي إلى طبقة الكادحين والفقراء، فضل مقاومة الاستعمار على العيش في الذل والهوان والقهر والاستعباد. وكان هذا الإعدام كذلك في ظل تنامي العمليات الفدائية في أرجاء المغرب بغية زرع الخوف والحد من أعمال المتمردين والمقاومين. خلاصة القول أن أياما قليلة يعني كانت كفيلة أن تقود الإنسان إلى تغيير الكثير من معتقداته ونزع الخوف الكبير عنه، كما حالة الشهيد أحمد الحنصالي الذي عانى من اليتم ومن الحجرة والقهر الاجتماعي والعنف واليتم والبؤس والحرمان. هذه العوامل دفعت إياه إلى فعل التمرد رغم أميته وجهله بعفوية وسذاجة. نأتي على نهاية هذه الحلقة كل المنى. لا تنسوا دعمنا في القناة بتفاعلكم باقتراحاتكم وبتعليقاتكم وتنبيهاتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.